فأهيب وأناشد كل المدن الأخرى في ليبيا أن يحذوا حذو أهل الزاوية وأهل قبيلة أهل صقر، ويعملوا جهدهم على أن يجنبوا بلادهم الحروب وويلاتها والتهجير والفزع وقتل النساء وقتل الأطفال وإخراج الناس من بيوتهم. فهناك من يريد بالبلاد الفتنة متربص بها ويريد أن يدمرها كما دمر مدينة بنغازي. فاحذروا، احذروا أن تنجروا إلى الفتنة.